تعالوا بينا كمان نعمل نوع مكرونه حلو قوي تقدري تقدميه هو لوحده، كفايه جدا يتقدم جنب حاجه مفيش مشكله خالص، المهم الطريقه سهله جدا ونتيجته روعه. تعالوا بينا نقول مقادير وبعدين نشوف الطريقه مع بعض. عندنا صدرين فراخ متقطعين مكعبات صغيره، ودي تقدري تستغني عنها، يعني ممكن المكرونه تتعمل بالفراخ او من غيرها مفيش مشكله. عندي كمان باكت مكرونه قلم مسلوقه تلتين سوا، وضروري جدا ان هي ما تكونش مسلوقه جامد علشان انا محتاجاها تكون لسه نيه شويه. عندي كوبايه من الكريمه الطهي، كوبايه لبن، كوبايه عصير طماطم، معلقتين كبار من الصلصه، ومعلقتين من السمنه، مكعب مرقه وملح وفلفل اسود. تمام، دي المقادير، والمقادير سهله وبسيطه جدا. ودلوقتي هنقول واحنا شغالين لو ما عندناش كريمه نتصرف ازاي ونعمل ايه. يلا بينا بقى، هناخد السمنه وناخد الفراخ، وانا حاطه حله على النار بتسخن، هننزل بالسمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، حط كمان معاها شويه زيت صغيرين. هنسيب السمنه والزيت يسخنوا كويس جدا قبل ما ننزل الفراخ، ده لو هنستخدم فراخ، اما لو مش هنستخدم فراخ فعلى طول هننزل بعصير الطماطم علشان يتسبك. تمام، بسم الله. يبقى حطينا معلقتين سمنه على زيت، ونزلنا بقطع الفراخ اللي هي يعني ربع كيلو من صدور الفراخ، ده لو عايزه اعمل طبق متكامل مش عايزه اعمل جنبيه اي حاجه خالص. عفوا، فهيديني نتيجه حلوه جدا. زي ما بنقول دايما افردي المكونات او افردي الفراخ في الحله او في الصينيه علشان كلها تاخد السخونيه، ما تقلبيهاش كتير علشان ما تجيبش الميه بتاعتها، عايزينها تفضل طريه ومحتفظه بالعصاره جواها. وهي بتتشوح كده تعالوا نحط لها رشه من الفلفل الاسود. لما احس ان الفراخ بتاعتنا خلاص اتشوحت واخدت لون كلها كده كانها مستويه بالظبط كده تمام جدا، هبدا اجيب بقى معانا عصير الطماطم والصلصه، وهجيب كمان مكعب المرقه لو بتستخدميه. زي ما انتم شايفين كده بصوا الفراخ خلاص اتشوحت مفيش اي سوائل في الحله. هنزل بقى الصلصه، بسم الله. ومكعب مرقه، ودي عصير الطماطم اللي هو كوبايه من عصير الطماطم. حطينا معلقتين سمنه على زيت وسبناهم سخنوا كويس قوي. نزلت بصدرين فراخ متقطعين مكعبات صغيره علشان تطلع معايا بسهوله في المعلقه والشوكه. وبعدين شوحنا الفراخ كويس جدا مع رشه من الفلفل الاسود من غير ما نحط ملح، وشوحناها يعني كل فتره والتانيه نقلب تقليبه، بلاش نقلب على طول علشان ما تجيبش الميه بتاعتها. تمام، خلاص بعد ما اتشوحت واخدت لون كانها بالظبط مستويه، طبعا هي لسه فيها تكه، ابتدينا نحط الصلصه ومكعب المرقه، وبعدين حطينا كوبايه من عصير الطماطم، وهحط دلوقتي الملح، والملح هنا هيبقى على قد الفراخ وعلى قد المكرونه، وطبعا لو حاطين ميه في سلق المكرونه نعمل حساب الكلام ده وما نزودش الملح. هنسيب بقى الطماطم تتسبك مع الفراخ والصلصه. تمام، منها كمان الفراخ تكمل التسويه بتاعتها. عندي المكرونه زي ما قلنا المكرونه تلتين سوا، يعني هتحتاج وقت على النار في السلق خمس دقائق بس، بمعنى ان انا هغلي الميه وانزل المكرونه تغلي خمس دقائق بس واصفيها، علشان لو زودت عليها فهي هتستوي وتاخد كفايتها خلاص من السوائل اللي هي محتاجاها علشان تطرى وتستوي، فاحنا محتاجينها انها تكون لسه فيها نسبه من عدم السوى علشان لما تتحط في الصوص بتاعنا تبتدي تشرب منه وتبقى طعمها حلو جدا ويبقى لونها كمان جميل جدا.
تمام كده خلاص. بصوا الطماطم اتسبكت مع الصلصة وحطينا الملح والفلفل وكل حاجة. تعالوا ننزل المكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب بقى المكرونة ونخليها كده تبتدي تشرب من الصوص الأحمر اللي احنا عاملينه دلوقتي. انا عايزاها كلها تتغلف بالصوص اللي احنا عاملينه، لونها حلو قوي وشكلها جميل جدا. ده لو عايزاها بقى ريد صوص من غير ما تضيف لها كريمه. طيب انا لو ما عنديش كريمه وعايزه اعمل الوصفه ومستغليه الكريمه او مش عارفه اوفرها ومش قادره انزل اجيبها والكلام ده كله، معلقه دقيق مع كوبايه لبن على النار، يعني هشوح الدقيق تشويحه بسيطه جدا من غير ما اغير لونه، كاني بعمل بشاميل بالظبط ماشي، بس هحط معلقه دقيق صغيره على كوبايه لبن وبعدين اضيفها للمكرونه. هتديني نتيجه قريبه جدا مع مكعبين من الجبنه الكريمي تمام، او معلقه جبنه كريمي من غير اي طعم. خلاص كده المكرونه اتقلبت كويس قوي مع الفراخ والصلصه والطماطم والدنيا تمام التمام. يلا بقى عشان نحولها من الريد صوص للبينك صوص هبدا احط الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط كمان كوبايه اللبن. كلنا قلنا او قلنا مع بعض ان المكرونه لسه لها يعني حوالي 3 4 دقايق عشان تكمل تسويتها، فهنحط لها اللبن كمان علشان تقعد بقى تغلي وتستوي في الصوص ده. بصوا المكرونه عماله تغلي، هتبتدي بقى تشرب من الصوص اللي احنا عاملينه ده وتاخد بقى الطعم الحلو قوي من الكريمه وصلصه الطماطم والكلام ده كله وطعم الفراخ طبعا، وهتدينا نتيجه حلوه قوي. تعالوا بينا بقى نجهز سيرفيس علشان نقدم فيه المكرونه. برضو المكرونة اتعملت وخلصت معانا مفيش 10 دقايق ما كملتش تمام. حتى لو هنسلق المكرونة مع بعض، المكرونة زي ما قلنا بتاخد 5 دقايق بس في السليق علشان تكمل تسويتها مع الصوص. احنا كده تمام جدا، المكرونة كملت تسويتها ولونها بقى حلو قوي. عايزة تقلي اللون الاحمر شوية زودي معلقة صلصة برضو مفيش مشكلة. فين الماسك اهو. ويلا بينا بقى نغرف المكرونة اللذيذة. وزي ما قلنا طبق متكامل كله في حلة واحدة، شكلها بجد مغري جدا، طعمها بيبقى هايل. اقدر ان انا بقى دلوقتي احط على وشها شوية من الجبن موتزاريلا وشيدر كده علشان يسيحوا بقى وهي سخنة كده. خلاص احنا غرفنا طبق المكرونة وحطينا على الوش كده شوية صغيرين من الجبن. ممكن على فكره الجبن نحطها وهي لسه على النار ونقلب تقليبه بحيث ان هي تدخل جواها، ممكن نحطها كده على الوش هي هتسيح برده مع سخونيه المكرونه. وادي طبق المكرونه بتاعنا البينك صوص، عملناه بكل سهوله وما اخدش مننا زي ما قلنا 10 دقائق.